سؤال برضو من سيد سيد بيقول انا عندي مشكلة في جسمي واشك انه عمل الشيطان لاني اتخن كل يوم بمعدل 5 كيلو. مستحيل يبقى يعني لو كنت بتتخن كل يوم 5 كيلو يبقى في الشهر 150 يبقى في شهرين 300 يبقى مش هتعرف تخرج من باب الاوضة اللي انت فيه ازاي بس؟ طب قول كل شهر يمكن مبلوعة وحتى كل شهر صعب. دي واحدة ست وبتقول ساعدني لان تعبانة والدكتور حذرني من التخن لان ظهري يؤلمني وعندي خشونة في الركبة. التخن ليه اسباب كتير، من ضمن اسباب التخن الاكل الكتير او نوعية الاكل، فاحترس من جهة الاكل وكل بعقل. من جهة اسباب التخن قلة الحركة، يعني الناس اللي بيمشوا وبيتحركوا ما بيتخنوش زي الشخص اللي قاعد في مكتبه على كرسي ويخرج من المكتب يركب عربية على كرسي وينزل من العربية يطلع في مكتب على كرسي وما فيش شيء وما فيش مشي. فالتخن اما سببه الاكل لاما سببه قلة الحركة. في ساعات سبب التخن الغدة، يعني في غدد بتجيب التخن دي حاجة لازم تكشف عليها طبيا، لكن ليس من اسباب التخن العمل الشيطان. عم الشيطان عايز واحد يتخن؟ مع الرأي المثل ما فيش حد اتخن من حد، مش للدرجات يعني. ربنا يرفعك.